لإلقاء ضوء أكثر إذن مشاهدينا على قرار البنك المركزي الأخير وتأثيره بسوق العملة الأجنبية في العراق، معنا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي سناء عبد القادر. مرحبا بكم أستاذ سناء معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله، تحياتي لكم ولجميع العاملين أهلا في قناتكم الموقرة ومشاهديكم الكرام. وحياكم الله، أهلا بكم أستاذ سناء. إذن بعد أن لامس الدولار أو كاد يقترب من 1600 دينار لدولار واحد في السوق السوداء، كيف ترون هذه التدابير التي تتخذها الحكومة لإيقاف انهيار الدينار العراقي؟ أنا أنظر إلى العملة العراقية وإلى أي عملة بالعالم، قوة هذه العملة تستند من قوة أو تأخذ قوتها من قوة قطاعات الاقتصاد الوطني في أي بلد ما، من قوة الاقتصاد الوطني. نحن لا نملك اقتصاد وطني قوي، وإنما عندنا متجذرة مشاكل هيكلية داخل الاقتصاد الوطني العراقي تنعكس على العملة الوطنية. العملة الوطنية ضعيفة، تأخذ قوتها من قوة الاقتصاد الوطني. طالما الاقتصاد الوطني وكل فروعه وكل قطاعاته ضعيفة، إذن العملة ضعيفة ودائما تتأثر بضعف هياكل قطاعات الاقتصاد الوطني. يعني أن طالما الهياكل هذه ضعيفة، إذن العملة ضعيفة. إذن يعني معناته شنو؟ لا يوجد أساس تعتمد عليه العملة الوطنية في أي بلد ما، مهما كان رصيد هذه الدولة من العملات الأجنبية. وكما قالوا أنه العراق يمتلك 100 مليار دولار وهو رصيد العراق من العملات الصعبة، لكن هذا لا يعني شيء طالما عملتنا ضعيفة وتتأرجح وليس شهريا وإنما أسبوعيا تضعف قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأخرى، سواء كان الدولار أو اليورو. طيب أستاذ سلام، يعني كيف تعلق على تصريح لجنة النزاهة البرلمانية؟ ذكرت أن منصة بيع الدولار للمسافرين تخالطها أو تشوبها شبهات فساد متسلسلة يتورط فيها حتى البنك المركزي وشركات السياحة. نحن نعرف أنه الفساد مستشري في جميع مؤسسات الدولة، ولذلك ترى أنه هذا الاتفاقات بين شركات السياحة، مكاتب السياحة والبنك المركزي من أجل إخراج العملة بأي شكل من الأشكال واستغلال هذه العملة من أجل مصالحهم الذاتية، وبدون شك تقف وراء هذه المسائل هي المكاتب الاقتصادية التابعة إلى الأحزاب السياسية بالعراق. لماذا لا تتدخل الحكومة هنا، تتخذ تدابير حقيقية تجاه مثلا تحويلات الخارجية التي لا تزال تحصل عن طريق السوق السوداء، وكذلك تحاول أن يعني تلغي هذا القرار للبنك المركزي الذي لا يصب في خدمة الدينار العراقي؟ الحكومة ضعيفة أمام سيطرة المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية بالعراق، لذلك لا تتمكن. ولذلك التوافق الذي حدث من أجل إيتاب حكومة عراقية ترأسها محمد الشياع السوداني، هذا هو الواقع، لكونها ضعيفة لا تتمكن من فرض قوتها وسيطرتها على هذه المكاتب الاقتصادية، وإنما العكس، لأنها هي المكاتب الاقتصادية التي جاءت بها الحكومة وتلعب بها كما تشاء. نعم. إذن هل تستطيع الحكومة التي كما نعلم يقوم اقتصادها على المدخول الريعي أو لنقل البيع النفط الخام بالدرجة الأساس، هل تستطيع أن تستمر في هذه السوق، أن تثبت، أن تصمد في ظل هذه القرارات المتخبطة التي تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدينار؟ لا يمكن. وأنت ترى أنه سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية كل أسبوع يضعف ويضعف ويضعف. لماذا؟ لأنه أرجع أقول لك أنه عندنا قطاعات اقتصاد الوطن العراقي كلها هي ضعيفة، بالإضافة إلى
الفساد بالإضافة إلى مسخ العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوضع الأمني بالعراق، بالإضافة إلى مستوى التعليم، مستوى الصحي، هذه عوامل كلها تلعب دورها في تقوية الاقتصاد الوطني العراقي، والنتيجة هي تقوية العملة الوطنية. طالما الاقتصاد ضعيف إذا العملة الوطنية ضعيفة. نعم. أليس من المفترض هنا أن يتدخل البنك المركزي العراقي بقرارات لكي يحاول أن يعيد للدينار العراقي بعضا من هيبته؟ من حيث الأساس أو الواقع أو النظام يجب أن يتدخل، لكنه ضعيف. وكما قلنا قبل لحظات أنه هناك اتفاق بين البنك المركزي وبين هذه الشركات السياحية والتجار الكبار ومنافذ العملة ومزاج العملة وإلى آخره وإلى آخره، هو عبارة عن حسابات تحكم هذه المؤسسات، لذلك لا يمكننا أن نخرج بأي قرار لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح مصلحة الشعب العراقي. نعم. إذن من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك.